مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة والتي تشكل خطورة كبيرة على جسم الإنسان، مما يؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، وخاصة مرض الربو، مما يستدعي اهتماماً خاصاً ودعماً طبياً. واحد اللي عنده الربو ما يأثرش عليه ماشي مربوط، الوضعية تاعه ماشي مربوطة، مما كانش الهواء اللي ينحي هذوك المواد. واحدة سيارة من هذيك السيارة كي تكون حبسة، هذوك الغازات ماشي مرتبطين بالصيف ولا بالشتاء ولا الآخر، ولكن في فصل الصيف راهي هذيك الغازات اللي يخرجوا من السيارات راهم يتراكموا، يعيطوا لها وضعية تاع بيوت البلاستيك، الغاز ايفيت سير، يعني كلي الانسان راهو يتشك راسو في الشكارة تاع البلاستيك. هذا الشكاير تاعنا تاع البلاستيك هنا في الصيف، بان ما كاين لا هواء، ما كان لا تحرك تاع الوضعية الغازية اللي رانا عايشين فيها، راهي توقعنا مشاكل كبار 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 كثير. تجنب التعرض للحرارة الشديدة والابتعاد عن التدخين من بين أبرز النصائح التي يقدمها الأطباء لأصحاب الأمراض المزمنة. راهي مشكل كبير، وتوقع لهم واحد الوضعية الصحية، خمي واحد ما ينجبش يتنفس، الأفضل اللي عنده الرابو ما يتحركش، ما يقوليش نخرج للمدينة ونروح نحضر الكاس مهرجان ولا كاس سهرة، لازم يكون في مكان هواء تلق، يتفادى أماكن وين كاين التدخين، يتفادى شوارع المدينة. يمثل ارتفاع درجات الحرارة تحديا كبيرا لمرضى الربو، خاصة للكبار في السن، لذلك يبقى على المرضى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من تأثيرات الحرارة المرتفعة.